وأسالة الهدف الأول لعادل جعبوط في الدقيقة 39، افتتح به التسجيل لشباب قسنطين الجزائري. ثم في الدقيقة 51 اللاعب إسماعيل عبد اللطيف يعدل النتيجة للمحرق البحريني، هدف مقابل هدف. انتظرنا لغاية الدقيقة 85، هدف ثاني لأموقران، هدف ثاني لشباب قسنطينة، ومسك الختام هدف ولا أروع للاعب عبد الفتاح إسماعيل بالقاسمي، يسجل الهدف الثالث لشباب قسنطينة.